أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليس التوجيه منحصرا عند الزمخشري في ذلك، بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية. درسي صدو حفتاو بينجا لكوري نوي سر مغني اللبيب أم دوسي ختبهم تاونا ولا درسي بيجدا بدا خوينا حقيقه بلا سر كأن بيسي بهرحل أقل لبير تنبي لو تنبيه دا وثمان قراءتك يكا قراءتي أبو نهيك كلا سيكفرون بعبادتهم على الصورة مباركي مريم دا كلني خمندو ثاني كلن وأمزا ظاهرا نقطة كده ناوى مش محقق أمزا سيكفرون بعبادة أبو الشبهاتوا وزمخشري وتي أما الدكري هل كلم بتنين أبيو حرف رد أبيو وكو سلاسلا تنين رجبا تنين بجد جناب أبو حيان هستا بردان وزمخشري وعادة لو اعترازان داك أبو حيان لزمخشري قشتوا وككتابكي خوي بحر المحيط برا لو اعتراضات انا كان لازم اخشري قلتوا لزور بي هر زوري او شو انا دا وقت ابن هشام ديتا ميدانوا تبعة بدفاع لازم اخشري عن قاودنيت او مع لبير بيت يعني كتابك هي لسر كشاف نسلاوة وابظانم ابن المنيرة أسكندري وابزانم أو نصيوتي الله أعلم حتى ابن هشام هصاوة أو كتابي وابزانم اختصار كدوبلان بهرب وشيوة أو شناني كابن المنير إلى الزمخشري دقريت عادة أم جنابيا بدفاع لوي حظ سيد والهم دادات ولا بلوة الزمخشري بإجماع همو زناني أهل العراب دتوان ما أظلم أو أنشك حزيان بين أبو خوش لين أتوا همو متفق أن سلو كعالمي كلنا وعالمي لغة عربية ده جابوا يا ردانوي أو كسانا براسي كاري كأسانية أجمانش لو دانية كأبو حيانش ككسي كي جورب ولا واقع ده برا أنا وديك كمان من بدو دات شو ممكن دو أم كتبه ما دوسي وسهم جارت نظام سلي ليخ بالمواني که تو ماریت که موجود برا و از آنم لذور به اشون هنده که من عجام لی ولو منازعی که لبنی زمخشری ابو حیان ده های ابنی شام لانی ابو دقیل دسته ردی اراده کی اوه داده تو دی ابو حیان وی تنوین وقت لسلاسی لند داد رو سل برا اسم و اصل اسمش تنوینه او چه تو سر اصل کیو جا یا لبر تناسب لبر او که لقل اغلالند داد تناسب و که اومنون اجبارش بنا وام بی يا أما بلغتي خلقان إلى عرب هات وكا غير منصرف بمطلق إذا كان منصرف جا وزن الصيغة كي صيغة منتهية جملة يا نبي يا نا بمرجع كا صيغة منتهية جملة أما توجيه جنابي أبو حيان بو طبعا جنابيا أم وليس التوجيه أما دفع اعتراضك أبو حيان كبو زمخشري هيتي على وليس التوجيه منحصر عند الزمخشري في ذلك والتوجيه يعني توجيه كلن بتنوينه كبي وحرف رد عبد أو توجيه تنوين دارك الدني كلن وكحرف ردع خلاصا نكرا وتو جمع كونكرا وتو لازم مخشري في ذلك لو دا ذلك نوين كما في سلاسل إشارة بويا أو توجيهك جناب زمخشري ديك بو كلن كوا حرف ردع به ومنون به وكو سلاسلا منونة أو توجيه منون بوني كلن خلاصو جمع كونك لا زمخشري في ذلك حل ودا حل ودا كبلين وكو سلاسلا منونة أمجبع منون به أي بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية بلكو الرغي داوة كوا تنوينك بدل به لو حرف إطلاقك زيادة كلا لسري آيات باشا
مثلا تاولي ثم انه وصل بنيه الوقف باشا وصل بوا بنيه الوقف اما اشتك من هي القراءه ده وصل بنيه وقف يعني شوينك شويني وقفه بلان وصلي دكي بلان كوسك بنيتي وقف لوقفة شون تسمع مالك دكي كوسك شكله مع مالك دكي بوي تعرف كجويلة بتخوين تو بزاني شون شوني وقفة البته من نازانم أوش بخلان ما يكمن جارة من شتي وعد بين مو شتي وعد بيس مو شتي وعد بقولي دو ساني سنة دفرمون دجنفم دجنوم يا دجنفم شتي آوا او جارو دار پیم خوش آماده انسان بخوا هولامیش بزنی هولامیش متأخر لکر بعدینی هن نازنم ایش متأخر لکر چون که اما لگلا و دکا خدمت بزبانی قرآن خدمت بزبانی کدش که من دیگه ما کردی آوا بار حالا و اوج للاک و خوینو اخذ با خدمت یزام بزبانی خوام کزمانی دایک ما کزمانی کردیم بار حال جا اوی که من تایس نم بیست و اما یکی من جهر ده بیستم که ملا علی قاری که او زانه گوره حنفیه که ملا علی قاری یا اما با کردی دلین نالین ملا البته آنه که هر فرس بخوی ملا علی قاری فرس یا دلین ملا برحا ملا علی قاری با رحمت بمن نم بیست و که حاشیه هیل سمانه ده اما باشتی کتیبی چکتا گرامو برحا و نسرابو بلا ما او حاشية كتو بويدا بخو حاشية كم بيسيب لسل مغني ايكاسيك بويدا غرام لشوينة كدين نخي كدين كم ونو والله من ملا علي قاري و كدب ناس نحن في مصابو خلاص الكلام حاشية كم لسل مغني اللي بيبو او خطيك جوان زريف ريكو بيك جاعت الصدفة او شوينة انت ما شاكل اما ايرادة قد الم شوينة حتي سبحان الله يعني وفريانا كوت مو يخوانا بداق وما حسيت ما هو بو كأو هم تعالى هاتم صدق لا بيجدا وحاشيم لا بعيا والله من أول يكمل جارش دي وادا بيسم براسي بلا ما صير بو برحال زاد الله أما 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 إشكالي تداها يا أما كذا لا بدلا من حرف الإطلاق اللي مزج في راسي آية شو كخو سلاسلا أجد قد كلمة أوى إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وسلاسلا وأغلالا وصائرا أيون يا سلاسل او الف اخو باب السري اذن يا اخي اخو السري اذن يا ما قال الله اعلم كبلين بتناسبي سعيرنا وكلمه ذات تنوين كلمه الف تصام الله ناصر ما لا ام لدى تنوين كبدل لحرف اطلاق سلاسل سلاسلن يا سلاسلا مرحبا إيه البته هو سلاسل النا هو أجر وابيت أو أتجدوا بعد سري آدنا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكون عدو آتي تشكيا هما والله بوخوي توز إشكال الراس يعني من أو بلام هو أو إشكالي بودروس كدم بلا والله جوابك نازنم جوابك ده معناه أما خوف كاري زمخشري ويجتوه جنازنم هذا خواني كحاشين هلا سأل جوابي أمشتان دوت بل أما إرادي كي بجي مرحل أمام أصلي أمانتك بقى داكن بل جوزا بلكو بقرا رغي داو بدرس سيزاني و جنابي زمخشري كتنوين بدل به لو حرف إطلاقي كلا سري آيات هزير دكري دخو بلا أم سري آيات دنيا تاوكورين تنوين كي بيدراو لبر أويا باشا تلا كلاندا و تلا سلاسلاندا وصري آدم هيتشيان آمتش شكرا مرحبا ثم إنه وصل بنيته الوقف عشان وصل كلا بنيتي وقفه ما قال هل أول كبلين آواء بيما بس كبدل بي لو حرف الله كذا لزيادة كذا سري آتا يعني لغير آتشا أما زياد بك إذا أما شهر بخوي دوبارة شيء يعني جوابك هذا لصص بنيه لواقع ثم إنه وصل بنيته الوقف عشان وصل كلا بنيتي وقفه أعزم كدن سلاسلا وأغلالا وسعيرا أما ليرك أنا داني لوقع دا دلي أجل لوقف أبايا يعني أم تنوينا بجي حرف إطلاق كبو أو ألفك زاد ذكر داخل دا بنا والله من أوشم أقالين يا كتنوين ببي بوا تنانت تنوين ألف ببي بتنوين تنوين دبي بألف تنويني منصوب
يعني اما والله نازم بلام وسيلة ام قصم بلا وسيلة بارحل بوشي مازال من بوشي بقرم اقل لبيرم بو درسي لهاتو سردانك دكم بهر حرب زام دا خوب تشو جيشتون اقل مجال مو سردانك دكم مجال جنبو بهر حرب عبارتك بإشكال وكبو جهر معنا كده دكري بلكو رقي دا وزمخ شريكة تنوين بجي حرف إطلاق بك لسري آتا زياد دكري باش أن وصل كلا بنيتي وقوخ أرزم كليني شو أنا كشويني وقفة صلاة وصيلا التنوين مثلا بلاي وقف كي أيوانيا باش أن وصل كلا بنيتي وقفة يعني هر شنك شوينة كشويني وقفة حتو بتنوين اللي خوينو يعني نيتي تي لدي نيتي وقفي لدي يعني بلا وصل يكي بوي كوكو أرزم كدن كتو خوين توا بوكا بوكا سيك جوي لبو بزان أم شوينة شوينة قلتو شويني وقفة توصلي دك آو وجزم بهذا لسي في قواريرا والجناب يعني داني دا هنا وبشي ويش قطع يعني جزم فعل كبزا مش زم خشري بقطع داني هنا وبهذا الوتي بام وشا كتنوينك بجي حرف إطلاق كالسري آتا زياد كلاوة لقواري رندا أميك وفي قراءة بعض ولقراءة هندق لقراء كخندرا وتواني ك والليل إذا يسرين بتنينو أم جنابي قباوش بي قزابي أخوة لم بياوي هل بيتشاو إلا عبد اللطيف خطيب على أي شوال سوري فجر والليل إذا يسري وعند صاحب المعجم يسري مع النص بالتنوين وتعليق ابن هشام مردود لقياسه مع الفارق إذ آية الفجر فيها الفعل في فاصلة الآية وما في آية مريم خلاف ذلك وتأمل الله أمان شخصي كجوان رأس رأس وللفواصل القرآن أحكام خاصة لا يقاس عليها رحمتي والله ما بام تعليقك بدلي من تاوى هذا كما لا علي قاري ديرك شاشي هي رأسة أما جار إلى ابن شام بقى ذلك إلا عبد اللطيف خطيب ذلك عبد اللطيف خطيب والليل إذا يسري وأنا كدوا ضبط كدوا ولا كتابك يا خويا لقالوا شان بنس ذلك بالتنوين والليل إذا يسري بالتنوين يعني جنابي قباهم بس يدل كاكا تو وقت كتابك تحقيقك تو تمشاك مستني بخذ ذلك بالتنوين يعني والليل إذا يسرين أيوانيا والليل إذا يسرين تتر حد بالنسين دلا بالتنوين بتنوين تتو شو أنا لو خد النسي ولا لذا يسري ما الرأسة دلا أم تعليق ابن شام مردودة شو كم قاسي مع الفارقة شو كآية فجر فعل كلا يودا لفاصل آدا هو الليل إذا يسر رأسة لآتا بلان أولى آية مريم دا ككلنا كلا سيفر بعبادتهم حلبة أميش يقدانا إشكالك هي لإشكي خود نازم أم كلا نقطيك لدوا نسيوها نازم دانا نازم نقطي بو دانا وأمش كاري أميش توزي إشكالي هي كاري كم فر لش يشا دل أولى آية مريم دا بيت شواني أويا يعني سري آدنيا راسك هلوكو سلاسلا سري آدنيا وآتي خنوانا كلا نش لسري آدنيا عند ذلك فاصل القرآني أحكاماتي تابت يعني كغير خام وخياز ناكلة البته أما أم كاري أم بريزك هدي الله ليرا كان دا أما نبي إلى ابن هشام بقري أم تنابيان شو كأم دل بل جوزا إني جنابيان واتزم خشري أو إجازة دعوة إلى ذلك لو تجي لهم ابن هشام نقل ذلك على واقع دا بهر حال وهذه القراءة أم قراءة الليل إذا ياسين بتنوين مصححة لتأويل في كلا أما تصحيح دكا دروز در دهينه بو دروز در هنا را بدروز دانه را بو تأويله بو تأويل إذا مشغل في كلا لكلا را شونك إذي الفعل ليس أسلو التنوين وقت ابن هشا أبو حيان إلى الدقري دلا وإنما يصح في سلاسلا لأنه اسم أصله التنوين فرض بلا أصله دي أم قراءة أمي والذي إذا يسر لما فعل شو تنوين قلتوا دي با كلابة وببتك لأنه تنوين بقلت دي بو چونك إسفل أصلك تنوين نية وكو حرف أيشك أصلك تنوين نية تاوك إلى بجد بلا والله دي خوة ما فعل أصلك تنوين شوتو بو أصلك خوي ألي لدى إشكالك أبو حيان در ذكر بسك بلا بلا يعني برحل اول لو شوينه ذاك دالي حرف رد او تنويني قرتوا يعني اوي زمخشري ديكا ما بس اوي ككلا بتنويني جوهر كلا
بلان منتهى تنوينكي كجرتوان لتوجيه تنوينك دا إشكاليات هيا إنا وفعل إشمعنا والليل إذا يسري هندي نقول لكم والليل إذا يسرين بلان وابزانم أو والله نازانم أو إسلبيرنيا بلان لقراءة السبع دانية والليل إذا يسرين هو كمان أعجام للقراءة صدا والليل إذا يسري بكسري راو ببيعك أو كيكشان والليل إذا يسري هربياوة بسكونياك بلا أم قراءتين قراءة والليل إذا يسرين مصححة لتأويله بو تأويل زمخشري مصححة يعني تأويل زمخشري كذا لا كلا حرف رد أو منون بو أو توجيه أو تأويل زمخشري بدرس درده هنا بو شنك إذا في ليس أصلك التنوين شنك في أصلك تنوينيا وكحرف أصلك تنوينيا يعني ألي رداء إشكالك أبو حيان إرادك كده قريه دفع إرادك كده قريه دخول يدك كتب بلايا أما كاتي تنوين دروس الله سلاسل لندان لبرأ وشنك أصلكي اسم أصلكي منون بو شو توبس أصلكي دي ما فعله خو فعله خو أصلكي منون يبلين شو توبس أصلكي خوي دي حرفي شد بو شوية ألي رداء إشكالك ودردك يعني إعتراضك أبو حيان بكردي وبكرتي أو دكرت دفع دكتور الأعراب كأن أو التو كأن أو كلا عوامل جزئية ما خلنا معنا بل أنت ما شاكل ليه ده ابن هشام نيوي أم لا فرز يعتلو دو لا فريكا ولا فري دوايش تن دي ريت روا وتبابتك بابتك هستيار لراستي ده أما دبي اللي من تيبجي جاري كم كأن اختلافية لسرتشي حرف مركب عند أكثرهم حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز الإجماع عليه وليس كذلك حرف مركبة يعني حرف يكا بيكاتوا لدو كلمة يكيان خلاصي كلام كافي تشويشا أو كيكا حرفي هر إنيا تبرد لن إنيا إننك أنا أبو حيان دليل مذهبي خليل سيبويو أخفش الجمهور بس يكان فراء لكوف يكان أو يك مركبة لكافي تشول لإن بكسلا مثلا أصلي كأن زيدا أسد إن زيدا كأسدين كافي كبو تشويها إن تأكيد تشويها كذلك باشان ويستويانا جرينجي بتشبيه يكدن كجملة كان لبر تشبيها كجريداو الصاون كاف كان لوسط جملة هل قرتوا إن زيدا كأسد كاف كان لوسط جملة هل قرتوا وهي ناوية بو أول جملة باشا بو لبأوا بنهاية جرينجي دان بتشبه ويكا أو بار جرينجي دان بتشبه دان بيشا وعادة عادة عربي شوية إزباني عربي بقشتي ويا هاشتاج محل عناية وتوجهه جرينجي بيدامو دي هنا أولا أما قاعدانا كاف كان لوسط جملة هنا أول لبن أو كبينهات عناية يعني هي بتشبه باشان إن زيدا عوايا كأسد كاف كان دي النبي شو دي سيدة 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 إن واتي كاف كان سيدة إن واجب مفتوح بيت شونك إني مكسورة حرف ذري لبيع شونات يعني حرف ذنات ذري مكسور آوية ولا أول شونة بواقع نابت إيه وأمزا معناي تشبيهك كوالك أفكدابوا ما وتوانا آوة تماشاك ما وتوا يعني وكو شون كافك لوسطابو معناي تشبيه تدابو إيساش كاتتوش معناي تشبيه تياماوة أما أمقص آوية بلان برغي لبسرية كان لبرابر سيبوه أو جمع زورة دا دلان أما خلط لبر أول شونك بيويز دكا أو بمشي وكي أول دلان شونك أو كافة دبي وكاتا اسم بيت مبتدا بيت ودبيت لواقع نوس الأمر دا خبري بيبك وخبرك إيه وأمزع وشك ابن هشام وابن هشام خضرائي ما بس لقال ابن الخباز كرتو يعني أما خلاص كلام اختلافني لمركبوني دا أما قصيك صحيحني شوك خلافية تيدا
أبو حيان دوها دلي باج وايا حرفي بسيط بيه مركب نبيت بو تشبيه دان ذا بها الوكو كاف واتا مركب لكاف لإن نبيت شون كالتركيب خلافي أصلا وأقل أم قصش انتا جوان تلا إيه جادلا أما حرفي حرفة ومركبة لاي زورينا تا أوا يعني حتى كبون تا أوا يعني تا أو راديك أوا ابن هشام خضراوي ادعاي كردوا لقال ابن الخبازي كرديدا الإجماع عليه إجماع لساتي لسر مركب هناك طالما وليس كذلك واني يعني واني مركب وكو واني إجماعي لسن نقل بك يوكو ابن هشام وابن الخباز نقلين كدو قالوا وتيانا الأصل فيك أن زيدا أسد إن زيدا كأسد أما حد ابن هشام الله أعلم لأبو حياني ورقته وتيانا يعني أم جمعته وتيانا كدلا مركبة وتيانا أصل لك أن زيدا أسد لا إن زيدا كأسدين ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به باشا حرف تشبيهك بيشك وتوا شو تسر إنك لبرجر انقدام بشي به بتشبيهك هكذا بالنوبو تشبيهك وكو عرسم كدن أما تبعة بمشي ويا إيه أمش لبر أول حل سنة هذا أو بجانة كما بس بم 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 رصية تشبيها يا ما بس بم أداة تشبيها بويل أول بجانة أو زرت شكا إمام عبد القاهر الجرجاني كباوك علمي بلاغيه شيخ شيوخ لم ميدان ده كم علمي كجرانو علمك بنهاية وخاون وردكاري خويتي على إما وجير ما نكوت وكوا عرب جرينجان دابة لبيش كوتن دا بهشتك خلاصي كلام مجر إنات واهتمام باشا يعني أوان دل أجر شتك بيش دخن بما بس جرينجانو اهتمام بوشتيا بيش دخن خوي تقديم خوي بحثك على بلاغة ده يبدا نحو ده خوينين كمثلا فلانا شدك ليه بيشكي فلانا شدك ليه بيشنكي اوهي كبيش ده كويت يتل امزا لواقع ده لبلاغة ده حد او قاعدة نحوية كيه بلان ليه ده خو كاليان بونية اما مفعوله مقدمة سيوف ليه كاليان بو مفعول بونا كنه ليه كاليان بو تي بيشكي وتوان يلي نوعك هو كاركي باشا أو يمكن لا يمكن في الله الحكمة الحكمة هي وش تسي أبوك أشكرك أو إذا لا لأصل اهتمام داخله باش زور باش بل عند له بيز ذكاء عناد تفسير بكرة وباش تكوى معناك معلوم ومشخص ببعد الواقدة هر أمن دا بيزنا قبل ولا قدي مثلا للعناد يا مثلا لكونه مثلا أهم مثلا إيه بلان بي اوي كواب ذكري خد عناتك النكرك للشوهات عنات وبوتي قرنجا تدل زوريني خلق وهذا لن بيشكو تهلو الاهتمام والاعتناء مثلا بلان نادل هون دا كافينية دبين لي كورينو بكريت كام عنات واهتمام للشوية راحات يعني ما نشاء او سرطة وكي زود جوانا براستي لا حول ولا قوة باشن ففودي عاد همزة تنير دخول جار فتحة دراوة بهمزة إننا لبد تأخبون حردك وأرزم كدن إن لصدري كلام ده هشتك لسر ونابد وباشن أويك حرفظة لسر أني إنني لبد أوا همزة لبدا إن همزة إن لبدا أن مفتوح لبدا أن إيه زور باش أو أرسان كم أنجا ثم قال الزجاج وابن الجني فاشن جنابي زجاج ابن جني برحمة بن متوينا ما بعد الكافي جر بها دواي كافك مجرور بها بشي بكافك ما بعد الكافي جر بها دواي كافك مجرور بشي بكافك جادي قد كنما قصيلة بيدا دبن ما بعد كافك ما بعد كافك شوية دي قد كن أن لقل معمولة كاني شو كان مؤول لبيبه مصدر ينتقل لك لبيبه مفرد
وتتهيب الكلاب مفرد تبعت مجد ببسي بكافك. إمامي السيوطي برحمة الله فرمي ابن عيش فرميتي عرض إبراهي خوما كم دلت تركيب كلاوة له قعدة مثلا دليل لقال اسم قيل وكو يحشت يعني وكو دلوكو 15 وائمة أي تأم دا كابرا قبل داخو حرف تون لقال اسم تركيب دا كلاوة دبتاك اسم أيوانيا دلين أواخر كلام عرب دا موجودة مثلا تو دلي قد علمت أن زيد منطلق أن حرف أوشك عملي تيدا كردوا اسمك شون كدبيت وعلمت انطلاق زيد شتيش أبو شير بارحل جا دلي ما بعد كافك مجرورة بيشي بها با كافك لا جنابي خليل كافك وقتي بيش كوتو بسر إن دا لقل كافك وكو كلمة دي محلينية وكو عرض إبراهي خومكم محلينية لواقع ده واقتزاي تعلق جناك يعني تعلقنا بس بيشتكو لبر أود دلي بقياس دلي بتركيب بوناكي يعني بتكلبوني كافك لقل إنك دا وكإنك وتأنا بمتركيبية لقانوني حرف جر حاتو تدري لايتا أمان دلين ما بعد كافك مجرور بها بسيب كافك أمزا دوايا قال ابن جني خوي دلتي وهي حرف لا تعلق بشيء لمفارقته الموضع الذي تتعلق فيه بالاستقرار باشا برجع دلي وهي كافك حرف تعلق ناس بيشتكوا بو لمفارقته الموضع الذي تتعلق فيه بالاستقرار لبرتي لبر أو جواب وتوان لو شو يعني خوي كوا تعلق دبس فيه لو موضع دبس باستقرار ومدى استقرار حصولك يعني فعل عامة كوكو هاد ظرف مستقرك أو تعلق دبس باشا وقت دبيت الخبر دبيت الحال دبيت الصفة دبيت الصلة أو شو نج أصلك يا زيدون كالأسدي يعني آوى زيد مستقر كالأسدي آوى أصلكي وكو زيد مثلا في الدار آوى دقدكي اهزت ساكا جاد الله لبر أوى جوابو تولو شويني وكوا تعلق دبسته فيه لو شوينا دا باستقرار تعلق دبس لو شوينا دا باستقرار لو شوينا دور كوتوتا لو شوينا هاتو تدلوا يعني أو شويني كوا لأصل دا كبوي هبو يعني كدبو بخبر أو شويني اللي لقال متعلقة كيك مثلا دبو بخبر متعلقة كحذف دبو أم جاء بلين متعلقة كحذف دبو أرستان كم يتلو كاتا كمتعلقة كحذف دبو أم جاء أم دبو بخبر وكل ذا بحثي دار مجرور أنا دا تلت سر قسمان لسر كده لبحثي زر في دار مجرور دا لا تشوك لو شوينا هاتو تدري أيوانيا أما لو شو نهات لذر الواقع يعني إلا شو يني خوي كتعلق كده بس بفعل عام وكاستقرارا لو هاتو تدري كاكو درجاي بيو ده بيشو جانو درجاي خوتن لو شو يني خوي كأبو شيوبو هاتو تدري كهاتو تدري تتعز تعلقنا بس يمن لايك ولا يقدر له عامل غيره ومقدرناك له بوكافك هجور عاملك غيره باشا جيجلتي جيجل استقرارك بولي تمام الكلام بدونه باشا أتاوليتي لبرت وابوني كلامك بدونه يعني ببي أو غيره بدونه ببنواني بو غيري لبرت وابوني كلامك بدون غير يعني كلامك خوي تواوا ببي غيرك يعني هيت عاملك غير استقرارك بوي مقدرناك لتمام الكلام بدونه لبرت وابوني كلامك باشا بدونه ببيع عاملة ببيع غيري يعني عاملة كغير استقرار باشا چونك لو أقيد إمكان هي حمل كافة بكتير بصر اسمية إذا تشاكا ولا هو زائد وزيادة جنية زائدة جنية والفادة التشبيه چونك تشبيه دقينت چونك زائدة بارحال أو ك تيبه دلان جغلتا چيش كان نابت ايوانيا
علم الدين اللي ورقيله شرح مفصل له دلي لكاتك مركب ولا قال إن بمشي ويا أم كافة كخلاصة كلام كافي جربو عرضي بلاي خومكم لا تشي بيدلان لما جرولكي خوي فاصلة قرتوا جوابو تواني واتما بس يويا أروكي كزناني كدلن لواقع داني لحفة جربونك هاتو تدرشتي كي آوا باشا يكم وكدالة تعلق نابس بيشتك ديلا انت وقت تعلق نابس بيشتك واتما حل الإعراب دوهميا ما بعدك لواقع دا محل مجرونيا هروكو ما بعد لام مثلا تولي لأن زيد مطلق لبر أوا لكاتك مركب و أم كأن معناه تشبيه قلتوا مستقل وخوي سر بخو باشا جاء ما غير أوي كمصنف نقلي كالزجاج ولا ابن جني ولا واقعدة برح دري زائد جنيا لبر أوا لإفادة تشبيهك تتبو كافك لبر أوا كافك إفادة تشبيه ده وتا لبيت زي زائدين چونك زائد بيجي قال تشيت هي معناها ايش كان ذكر يبلا ينشيبها زائده فران زائد كنيه وليس قوله بابعد من قول ابي الحسن ان كافه التشبيه لا تتعلق دائما وقول ابن جني هكذا تتبع ابن جني وتي ابن جني برحمه بيت دورتني لو تي ابو الحسن كذا لكافي تشبيه تعالوا نا بس بيشتكي وبيشتكي وببرتوامي ببرتوامي أما وتيبرس يعني يخفشي بس عادة لو كتب كان إخوار دائما خندو معنا قلبي بيرتان به أجا دقة قلبي واقعا لو كتب كان إخوار ودا أوي كخندو معنا أوي كدلن كاف تعالوا نامس بيشتكوا نظام لبيرتان بينا هل عوامل جرجاني ده أو اشتاحية هل عوامل جرجاني دقيقا جاء دل قصي الزجاج قصي ابن جني لو قصي دورترنية كام قصي كدل تعالوا نابس كان في تجربة اشتاكو ببردوام ببردوام يعني تشأوا مركب بي لقل غيري خوي تش مركب نبيت باشا يعني أما نوعك استئناس أبو مسبى ابن جني ما بس فيها ويا قصي أم لو قصي دور ترنيا يعني بيجا ليك نزيك ليك دك علينا وأم دو قصي ولما رأى الزجاج أن الجار غير الزائد حقه التعلق قدر الكاف هنا اسما بمنزلة مثل فلزمه أن يقدر له موضئا فقدره مبتدأ فاضطر إلى أن قدر له خبرا لم ينطق به قط ولا المعنى مفتقر إليه فقال معنى كأن زيدا أخوك مثل أخوة زيد إياك كائن كما شاك دلكاتك زجاج ديويتك حرف جرك زائد نبت ما في تعلق بسني هي ما في حرف جرية تعلق بسنا وقت أميديتوا ليركان دا تقديري كافك كي كدوان دا باسم يعني تويتي لك أن دا كافك حرف جرني وبلكو اسم بجاقي مثل يعني وكو كافك وكو مشبه وكو نبعسي كاف دا بعص مانك ديفا لازيمة وحكاتة بو زجاج بيوزدك وزرورة بو زجاج أن يقدر له موضعا كتقدير بك له بو كافك كبمعنى مثل وقت اسم بيت بجاقي مثل بيت موضعك يعني محل الإعرابي بو دابنه بو فرسك بو يدابنا بو تقديرك فقدره مبتدأ فاعل قدر بو زجاجته حاكته بو كافك كما مثله دي زجاج تقديري كافك كدوا كاسم بمعنى مثل تقديري مبتدأ بو كدوا تحلل دي مثلا مبتدأ أو كافك كو خبرك دي خو أن زيدا مثلا كأسد ونابت خبر لنتيجة فالطر إلى أن قدر له خبرا ناتشاري روي كردوا ناچاری روی داوه برو اوه که تقدیر بکره عرضی برای خوم کم قدرش درسته
فاضطر إلى أن قدر له خبرا، يا أن قدر أن إلى أن قدر له خبرا مش بقذا أم شويني ضابط نكرون أو فاضطر ناتاري ناتار رو ناتاري رو هاتو تبيش أو بلو أو كتقدير بك زجاج له بوكا فكك بمعنى مثل كدر مبتدا خبرك مقدر كان يعني وقتك اللي ركان دا أولا تماشا دكا هم كافة زائدنية شكبو تشبيه دي أمجا دل دا بيتعلق بسته دي تعلق بيش تكي جونا بسته بوه ناچار بوه كافة كي كدو تا اسم دوتي بمعنى مثل أمجا كبو با اسم 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 بيه دا بي محل العقاب دي محل كلا رابكة تلقيتي مبتدا لا حول ولا قوة إلا تقول أنت أنت بكي كتب وخبر ناشر بوك وفرسك خبرك يبو فرسك خبرك بموصفة لم ينطق به قط ولا المعنى مفتقر إليه نطق نكرة به بو خبر هيك تاخد وقتك خبرك دتواني مبلين محذوفة أما قاعدك العربي ده لباب حصفة يعني وقت تواني تعلقي بلين تقديري محذوف يبكي أما تهلبير ببرازان بلا والله مثلا فلان شد خبر ومحذوف فلان شد شيء ومحذوفة كدبي جارق لجاران أو محذوفي كتو قصي لدكي مسكور بوبيت يعني خوي نشان دابت هر ابتدا بساكن تو بلا أمشتا هر محذوفة وهتا حتى محذوفة خو ودرناخا أما غلط أما ناكرت أما جابويا تقديري كدوان له بوكافك خبرك أم خبرك بم وصف حال وصع لم ينطق بقدو هيتش كاتك ندخل في نكراه ولا المعنى مفتقر لي ومعناش بي بي سي نية إليه بو خبره شونك أقر عرزي براي خونك معنى بي بي سي بو خبره بو يايا أيوانيا عرزي براي خونك عرزي براي خونك دبويا دروز بويا تقديري خبرك يا دروز بيا كا بلين بوجارك اللي جارنا قال ندخل بينا كلاو دي دشتي وانا بيت نمعنا بي سي بي تي وانا جارك اللي جارنا ندخل بينا ده أوش كذا لما معنا بي سي بي تي آه أماش دوبارة يكش كلو يا ده أما لبابي حس فهم أنا لبابي بينجا كجاري ويا لواقع ده أتوهر شيء ذاك إلا يعني إعرابي ومعنا كا كامل نابي أو نشان أي شيء نشانك عن حزب ويا هي تو هر شيء ذكي هر زحمة هذا شيء شيء بهرجة يقدر دروي هنقال دني اللواق إذا تو نتيجة ناقري معنا كي وجيل ناقي بسم الله الرحمن الرحيم معنا كي وجيل ناقي الزور شاكا وتم معنا كي وجيل ناقي ومعنا كي اللواق إذا بلين بدز ندهات إتن أو كاتك إنسان بناتشاري دروا برو حزب جونك خو حزب خلافي أصلا أما قاعدة وبحثك تولاني من هي من لبابي بينجاك بحث من كدوة لسري واقعا أو قمانية لو ذاك ما متوزد شيء شيء أيوانيا إيه زورت شاكا بلا زورت شاكا فقال أفسا وتويتي الزجاج وتدي شيء وتدي ما أنا كان زين خوك أو كابر هذا ولا زي وكي برايت واتيت زي وكي برايت واتيت أما تدي ما أنا كتير مثل أخوة زيدين إياك كائن وكي براي بيني براتي زيد بوتو هيا تدخل أما أبو بتقدير تبيري له يعني دنياك بربر لتكلف جابنا بقول الزجاج كافكا مقدمة من تأخيرني يعني شيء بيج نخرا وكلا أصل الله لدواء يعني أوانيا يعني كافك جاكي هر جاكي خويته لأولا لأولا أبوا نك أوي بلين لوسطي جملة رابوا هنا ما نتأول بنا بم قولي ويلي بس هدت لواقت إيه جابنا بم قولي جنابي زجاج لواقع دا قول بون رأيدان برياردان بحرف بوني كاف أصلا جي خوينيا باشا إذا دبي وابايا
عرضی برای خواهم کم بلین دبی عوابی او کاتا بلین ولا که انا هیچ خلافی که جده انیه لوده کما مرکب نیه و هر کافکی و کافکا به معنی مثل تو کل حالا که کس یعنی نعلم کس نگیز ام خوی گوتوی تی بلان زنانی که واقعا و بوچونانی و ام تعبیر و ام توجیه و ام تفسیری که جنابی اندی که براسی پر اللہ تکلف هر خوش نی یعنی هر من بو مال زی میشن هر اوشم ندی انا بخوی عبارت تا وقال الاكثر بلا زوريني زانان كوا قائلا بتركيب اوا باشا اما ام قولي زجاج بوب اوا كمركبنيا بل كافك اسمش او زاناني بيرزاوت يعني مركبه لجو حرف لكاف ولا ان أمي أمنا هر مركب نيو كاف اسمه موضع مبتداه وخبري محذوفة بلا وقال رسول الله زوري نيزانان كوا أوان بيان ويا كأن مركبة لا موضع لأنه ما بعدها لأن الكاف وأن صار بالتركيب كلمة واحدة أما يقصك أمان وتو يعني زورينا هيج محل جنية بو أنه ما بعد أن باش يعني أنه ما بعد أن كبلين بكا فكا مجرور باش تيوا محلي واينية لبدو كافك وأن صار بتركيب كلمة واحدة بمركبون كبون تجيبون هي كلمة أمانة بمركبون كي كتركيب كلاون لقال يكا بون تجيبون هي كلمة باشا وأمتى دروز نية بلي والله عمل دكاد يشي لدو جزء كلمة لو كي كدا شكو كاتا والدي كأن كافك مركب لقال أن دا دي شون مركب جزء ايشي عمل دكا لدو جزء كي كدا اشتوانا بلا وقيدا ايواني إيه زوجك أما أبو شوري ببلان وفيه نظر لم وتدا إشكالها يعني لمدا لقول أكثرين لك قول أكثرين كبم شوا دلن محل جنيبو أو لبر أو كافك أو أنك بمركبونك كبوان هاجة في شوا أمانة بلين بوني كلمة أما إشكالها إشكالك أو باني لك دل لأن ذلك في التركيب الوضعي لا في التركيب الطاري في حال التركيب الاستثنائي. ولا بابا لبرويك أبي أمان دالين كافك وأن بتركيبك بوني كلمة أما كاتك لتركيب وضعي لابد تركيب وضعي يعني هل أويك لبن رتا دادن دري بوشي ودان درابد إن لبن رتا ودان درابد باشا ودان درابد اما دي اما عدزي بلاي خوما كم وادان ترابي نقل تركيبك كتركيبك الطارئة عارضة لو حالة كتركيبك التركيب إسنادي اما مركب إسنادي مثلا مثلا إن زيدا كأسد اما تركيبك إسنادي لا أقيد وباشان بيني امزا او تركيب عارض بيت يعني اما كأمان دالين كبا تركيب او تركيب لبنية كلمة عمل تركيب وضعي دا يعني لبنرتك وادان درابي نقل لو تركيب دا كدية تبيشي لحاطر مثلا تركيب إسناديكو إن زيدن كأسدين أما تركيب إسنادية أيوان يا مركب ومركب إسنادية أما اسمه وخبره ومسر مسر إليه لير رأم زابيني كافك لقل إن مركب كيتو إنك بكيت أن أعمى اما نابنه یک کلمه لواقده بوشه وی که اوانو تویانه بوی دمامینی دلا اما ترکیب وضعیه که انا چون که وضعی لغت لفکری امانه دا و لبیرو بوچونی امانه دا اوائی دانه او لو امورانه نیا که و دوائی بکار هینان عرضی برای خوم کم بوگیشت بید ظاهرا ایزا تاکه سكاكيش أودر دلي لبشي نحو دا لألمفتاح دا تحل علم دا دلي اللي عربان يا لي علماء نحو أصل لك أن زيدا الأسد دا إن زيدا كالأسد يبو حرف تشبيه بيشكتو مكسورك كإنه بوتا مفتوح بوتا كأن وأما تأكيدك كتركيبك تركيب وضعي بيت بلان مصنف أماجدك بلوك أم كلامه زائفك دلو في نظر
وديال أما مختار ومرجح نية للاي جنابي بن هشام إيه صوت شاكا أما أو بلان اشتيك قتلا وضلان دلوسا لباب مناظرة دا اشتيك بيني كمختار نبل لايتو أما جنابي تفتازاني لتفسيري الحج وشر معلومات دا فرمين دا جاري واتو دكري لمناظرة دا من باب أدب وحرمة اشتيك بليك صلى الله يخد مرجوح راجح ولا أقعد إيه أماش إشكالك زرت شاكر شوكا أمي أمي كأمي أمي وتيان أها تاولي حرف مركب عند أكثرهم أم قال الأكثرون أو إرجعوا عند أكثرهم أوان وتيان أبم شيوا والأصل في أما أصل يعني للا أكثرك في كأن زين أصل إن زين كأصل حرف تشبيه شكوتو فتح درابهم زي إنه ديما أما تركيبك كتركيبك طريقة تركيب وضعيني أما الأصل ده. يعني وقت يدلين كأن خلاصي كلام دبيت يكشت كافك وأن دبنا يكدانا أما كاتك كبو كتركيبك تركيب وضعي يعني هلا أصلا وادان درابي بلا أما تدبيني تركيبك طارئ يعني لتركيبك عارزي دا كبيش هاتوا لحال وصعك كمركب مركب إسنادية مثلا إن زيدا كأسد أم مركب إسنادية لنا أم مركب إسنادية دا أم تركيب برجة من تركيب وضعين يا لاقيد قصيكي جوانا مخصا أنت دعايا إسا سيكوت هنا مدين والمخلص عندي من الإشكال أن يدعى أنها بسيطة أويك ومخلصة يعني نجادة دا للاي من لإشكالك إن إشكالك مثل أو وفيه نظرنا باشا أو فيه نظرنا أويك مخلصة خلاص ذكات نجادة دا لو نزلوا تيروانينا لو إشكالك بس ما كيكا جاء نظرك إشكالك أو نظر دا قلت للصفحة اللي باسي كر كبنسبة قول أكثرين وأو بعديك لقول زجاج ابن الجني أو نداحية أمش دقيقة ولا قيدة. إيه زرتك أن يدعى أنها بسيطة. ادعى بسيط بوني كأن بكرت. يعني من بابك كأن بسيطة. يعني كأن حل أول وكدان ذا وادان ذا. أتر أما كاكو مامي ناولا وقيدة. أما قصيك ريت تتبع نوعك. جاء البتاع لما شاء يما توجيهك ما هي بعرسان كم أمزة إدام دم بعبارتك أما دلبو أويك ولم إشكاليات بين دريو داي توزانم كاف بيش كوتو دعا كوتو توزانم على محلي هي ما بعد على محلي لا بسيط على صلاة دندرو جنابي أبو حيان ارتشاف دلب رلا بس لكن كي أنا باجوايا حرفي بسيط بي مركب نبي وبو تشبيه دندر هلوكو كاف جاب خوشي أبو حيان دلب أما قولي صحيحة على خاوني رصف المباني كما لقيها الأوي ترجح دعوه هل بتدل لو ادعاش كلامه قصي زورينية بل أنا ما توز صحيحني أبلي قصي زورينية ودليل شناو تبو كتوتي بصيدمون أصلا مركب اشتيك تاريئ ولواقيدة خلافي أصلا وتركيبك سرع ششيبو كتقدير متعلقه وكافك بكرد أماش كبوخي قصما عند سركر أي زور تاكا أما أو عدسي خوش عندك أما أو تاو مقروك يدعى بكتابلين بتركيب لمختزاكي خوي لاي داو لمعنى وعمل داو ولا أسي كلام أو حرف جرن ما هو أبن شيوي جنابي ملادي دلي أوك لو رأي داك رأي هنديك كدلن بسيطة كابلين أما رأي زوري نيزانيانا دلي أما إشكالي تدايا چونك الظاهر والروالة دواء الزورينة دلن مركبة او كعرزم كده ايه اوش كدل بسيط بي ايه زوتاكا مقصيهن دلن لنحوية كان كوكو عرزم كده اما معلقي اوي فرمو وام دللانشي بو هنا وطاوة لواقع ده ايه زوتاكا اما او زور بجي تاو باشان يعني كبلين لم إشكاليات بين دران بسيط به كبو بسيط يتتاو نكاف تعلق لبسيط نهشتو تاو حرفي بسيطو
ناسبة ورافعة تاو والصلاة والسلام ناسبة ورافعة تاو بسيطة. وقول بعضهم وفي شرح الإضاحي لابن الخبازي ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف بالتركيب لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح، وإلا لكان الكلام غير تام. يجب معه على أنه تام انتهى، وقد مضى أن زجاجره نقص. أما شبه خوي قصيت يقول لشرح إضاحة أم إضاحة كتابك اللي كتابك كان ابن الخباز من نمديت ونازانم آه شرح كافية يعني بلان كتابك هي جنابيا بناوي شرح إضاحة باشا. قال لي ودا فرميتي كمال لزانان برو أوتشن كفتحي همزي أن لك أن دا لبر دريجبونوي حرفك بتركيب يعني بو تركيبك هات وتبيشو بوي عرضي برايقهم كم بو تركيبه كافك لقل أن مركبوها حرفك دريج بو طبعا بس اللي بيدي من بو تشوار حرف كوم الله برو تشون برو فتحي همزي كأن حاكي تبو كأن لطول الحرف بتركيب لبر دريج بونوي حرفك بتركيب يعني عمل بر تخفيف باشا عمل بر تخفيف يعني أوي شكك لعوة لبر تخفيف إيه زور شكك عرضي بري خوما كم لبر تخفيف خلاص الكلام مفتوح بوا أوا لا لأنها معمولة من كاف إنك أوي كوا لبر أوي أن معمول ببوتي وكافك لا لأن أن حاكت تبو أن نقل بدوي أن معمول ببوتي بوكافة قلنا أنا أنا لبر أولية باشا جنابي رضي دلي أداة تشبيه كالأول وهاتو بوي بيجين الأول أمرا قصي تشبيه هي وتقص بالتشت قصي تشبيه واجبة إن مكسورة كما مفتوح بيت برعاد بلفزي كافك شو كا وكباس ماكل أو دسيتس اللفزي مفرداتو ولا سئنا كبوت أن للفزه تاوبو والله لما أنا دل حال خوي دل منيته ودله شتي شلو شيء ودله ودله بمفتوح بنا جنابة حرف مصري أمش بخوي قصيكي وردة إيه وبما دفع دبي وقبل ولا تامنية باشا وبيز بوناك أو كتبتو أنا مثلا أكو ابن الخباز ضلي والله بويا مفتوح بوا لطول الكلام بتركيبي إيه نانا أو أما بمشي ونابت أما قصيرة ليش قصيكي جوانا لو أخذ منك أخوي لواقدة محققة قورية بيسا بيسا بلا بيسا زورت اما جنابي رلي اوا دلي دلي برحل وقت يكش كما مفتوح يعني انك بحالي خوي هدا مينيتو واني او تاكيد وشتك دقينت واني كبوات ان ببيت حرف مصري اوا اما نكتيك وردة دلي برؤوت جماعة فتحي همزي ان كأني لبر درجونه حرفك هي بتركيب لبر تخفيف لا لأنها معمول كاف نقل لبر المعمول كاف كبد كما قال هو أبو الفتح وتويتي وإلا أجل وابه لكان الكلام غير تام كلامك كلامي تام نابت باشا كلامك كلامي تام نابي يعني شيء يعني أجر كافك شو تصر إنك أن بوت أنه معمول بيه وكافك دي أمجا أنك لقل خوي ومعمول كان ببيته بمصر أما هم مفردة لواقعدة يعني لا يكي كلامك يا بشيك لكلامك ما بسي في أعوية أويك باس ما كلا رضي بوردي أوية لواقعدة ك دلباب إن هر إن دمينة ولا معنى دبالان للفزة لبر خاتري كافك دبيت أن
او كاتك او دبيت كوا كلامك غير تام بي ومعمول بي بو كافك كأن حرف مصدر بي بلان انك كلو صورة داب استثناء دبيت انا نبت حرف مصدر تاكو الى دك من الخباز دي غري يا هندج كقلت انا وارد بي اما قصيكي زو ضرور دل واقع قصيكي براسي قصيكي وحدة اما بلامو زو زوشتي كتابة الواقع ده زور بجي اما مصامحة دايا چونك كلام لا ينحب كان وكا ما تضمن كلمتين بالإسناد إما بس ليردع بإسناد إسنادي أسلك كوا يسكت عليه بمثل أيوانيا ده كلام ده إذا لو كاتك هذلين غير تعمدي كلامتي ليردع ما بس مصنف بكلامك ما يتكلم به ما يتكلم بالإنسان يمكن إنسان قصي بيدا كجا ناقص بيها تعمد معناه عرفيك إن كمجازي كيتي نج معناي إصلاحيك وكم مثلا الصلاة وقت بكاد جليل الدعاء دا لا يفقها كما لا معناي خوي دانيا لواقل أما دقيقة نشتي شي لو شيوه زرتك وأمتى وإلا لكان الكلام غير تام أما وإلا لكان الكلام أما اللي ردا تماشاك اللي ردا لجواب إنك دا ما كان الكلام جواب إنك أو إنك إني شرطية دبيني لام لجوابك إذا هات وكان الكلام غير تام عادة أما شتيك صحيح نية لواقع دا باشا شتيك صحيح نية بنوع إخوي بمشي بلان وابدتي أما حملة بوصلو نظنم لو كوتان دا شتيك واهبو يانا من ملح كلامه ما قال بيت عن بيت زام داخل تياتي والله اشتيت شوام لبير أقل لبير ما بيو لبير من نتشو بيت من ملح كلامه تقارض اللفظين ها إعطاء إن الشرطية حكم لو في الإهمال كما روي في الحديث فإن لا تراه فإنه يراك مثل الشيشاو أو أقل أبم شيو بيت هل تنير دا مثالي نهنا وتبوك أو كاتا إنك لجوابك إذا لام ببيد يعنى بيد بلان ظاهرا الله لما بس فيه إنا أو لاما لبيد دروزني على واقع بلان دبي أو بي إنك حملك تسلى وكشتيش لو شيوه زور بجيه باشان بلى والإجماع على أنه تام لحالك إجماع هي لسألك كلامك ككأن يتدعي كأن زيدا أسد تام أيوانيا إيه إنه أما دي إنت عيني قصيب ابن الخباس وقد مضى أن زي يراه نقصا دي ما دركوت قزرك الزجاج بيوايا ناقصة أيوانيا إيه زر تاكو زور باشاو أماش لواقع دا نظرم عبارة تشتوز إشكالي تدا هيا دا إتن أمزا إجماع لقل خلافة دانا بس لما يك أم كلامي مصنف إجلال دا كديلي توزه اشكالياتي تدا براستي لبلو الظاهركي ام كلامه وقد مضى ان الزجاج يراه ناقصا اما رد لسال ابن الخباس كادعاي اجمع بندك كدلي والاجماع على انه تام باشا دي عجزي بريخوكم الليرة دا ردي داته وقال زاد وقد مضى ان الزجاج يراه ناقصا بله زجاجتي كافك بمعنى مثل موضعي مبتدايه بوينا تشارم خبري بودابني جا اقد بوشي وشك مستنيب لزجاجي ونقل كير كمبتدايه وكافك وخبري هي ايوانيا عرضي بلاي خوم كم كفرمو ننطقي بيكرا وبو خبره وخلاصي كلام معناش بيس بيك اما هرتام ملاقع ده وزازل اقعام زيداني ده
كمبتلا وخبريني هتا عوش كلامك كلامي تام ملاقا تبدا نظام عميلة شو هنا ومصنف كذا وقد مضى أن الزجاجة راه ناقصة ها بس كلا لفش كزجاج بيها ناقصة زجاج وك صريح نيقو ناقصة أما واقعتك يعني أم عبارته توزي إشكاليتي هي تدرس وذكروا لي كأن دويستينو قشتيك كما بإن شاء الله بوتان تكمل لكم درسي دهات وداو هم لا أكتنس بيرم بيرزاني مزن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.